لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق وشو ضيقة خطوتنا شريف بصراحة ماني قدراني أتحمل إني غلطت معك بس أنت بتعرفني أنا هيك طبيعتي وما بحب كون عاطفية ما فيني أتحمل شوفك هيك هالبنت أنت رايدة وبدك ياها ونحنا ما فينا نوقف بوشك لو شو ما عملنا بس قلبي ما عم يطاوعني بعرف إنه... قديشك قلقاني علي ومتفهم هالشي وكمان بعرف إنك بتحبيني كتير وقديش بتهمك مصلحتي بس ستي وثقي فيني جنفي عن جد بنت بتجنن ومستحيل لاقي أحسن منها الزواج مو بس متعلق بشريكين الزواج هو عائلتين اجتمعوا بالضبط هذا اللي قالته جنفي منيح إنه هي هيك بتفكر ستي قلتلك من قبل إنكم بتشبهوا بعض كتير وبكل شي أنا كتير مزعوجة من اللي صار فهمان عليكي بس مو معقول كلكم تكونوا ضد هالبنت شري أنا كنت كرهانتا بس هلأ صفي قلبي وأنا معك واثقة إنك حابب بنت منيحة بس خالتها سمعت عنها حكي ما بيطمن وحتى أبوها ما كتير منيح ونحن مو على طول فينا نسكت العالم بس بالنهاية القرار قرارك أنت اللي رح تتحمل النتائج وأنا ما رح وقفك بس قلبي مو مطمن وما رح خبي عليك حبيبي يا ستي هذا زواجي أنا بس كمان أنتوا أهلي وبتهموني كتير وما بحب زعلكن لو شو ما صار وتحديداً أنت أكتر وحدة فيهم وأنا ما رح ساوي أي خطوة بدون موافقتك بس ما رح اتزوج غير جنفي ستي اعطيني سبب واحد مقنع ليش لنجمع هالعيلتين مع بعض لاني بحبها ما فيني اعيش بدون هالبنت وهذا الشي بكفي لحتى تكون كنتي وتعيش معنا بهذا البيت بدك اكثر من هيك يمكن فعلا هي مناسبه تكون زوجتك بس ما تفرض علي اتقبلها تكون كنتي بتمنى لك الافضل بس بتمنى قرارك يكون نابع عن نضج اكثر بتمنى إنك ما تندم ستي أنا بدي إياكي تكوني مقتنعة ورضياني بدي تكوني مبسوطة بزواجي وحياتي المستقبلية بترجاكي فهميني أنا دايماً رح أنبسط لك بس حبيبي أنا ما فيني ساوي هالشي وقت يكون مفروض علي
بتعرفني ما بعرف جامل. طيب خلينا لكن نفترض انه ابوها زلمه نصاب وبزمناته نصب على شي حدا، ماشي؟ لو عن جد هالزلمه معه شي 100 مليون من شي نصبه على شي حدا، طيب قولي لي ليش لهلا وضعه المادي صعب؟ اذا هالشي صح ليش بنته هلا عم تتعذب لحتى تعيشون ومضطره تصرف عليهم وتاخذ قرض لتساوي له عمليه بركبه؟ ليش؟ جاوبيني. ستي ما بظن انه معهم مصاري وقاعدين عم يمثلوا على العالم. هالشي ما بيبرر انه يكون حرامي، ولا انا غلطانه؟ اكيد مزبوط. طيب تعالي نفترض انه هو سرق مصاري من شي محل وانه هو عامل حاله فقير، طيب ليش لتتحمل هي هالذنب؟ يعني الاب بيغلط والبنت بتتحمل العواقب؟ ستي هالشي مو عدل، يعني اذا ابوها لجنفي مرتكب جريمه سرقه، معقول يكون سيء لهالدرجه ويترك بنته هي اللي تتعذب؟ اصلا شو المغزى من هالشي؟ مو منطقي ابدا انه جنفي تدفع ثمن افعال ابوها. هلا هذا هو العدل برايك؟ ما بيصير هيك، والله حرام الظلم. نحن ما بيصير نتعامل مع البنت على اساس تصرفات ابوها. ليش عم تبكي إندو؟ شو بكي؟ ما بتعرفوا ليش عم ببكي؟ يعني شو بده يعرفنا؟ لأنه نارمادا عم تبكي. نارمادا ليش البكى هلأ؟ عم ببكي لأنه شري معه حق بكل كلمة قالها. فعلاً وين العدل إنه نحاسب واحد على تصرفات أبوه؟ هالشي مو صح ومو عادل. أبوه لشري تركني لحالي وزتني بهالبيت وأنا حامل، ومع هيك شري ما عمل مثله أبدا. يعني معقول العالم لازم تكره شري لأنه أبوه هيك عمل فيني؟ بس اهدي. ليكي جنفي، شو رأيك بهالفستان؟ شو فستان جديد؟ ايش جديد؟ جايبته وحبيبي كتير حبه. شو عم يصير؟ هذا بنك ولا معرض أزياء؟ كل يوم الصبح بتلبسي فستان جديد، لا والمساء بتلبسي غيره، شو صاير لك يا بنت؟ مخربطة بين بيتك والشغل؟ أستاذ، في شيء أهم تفكر فيه. شو قصدك؟ فهميني بالله. يعني بدل ما تراقبني شو عم ألبس، ركز أكثر على موضوع المكافأة. بيكون أحسن للكل. ليكي جيتا اسمعيني منيح، لتاخدي المكافأة لازم تشتغلي، هذا كل شيء مطلوب منك لحتى تاخدي المكافأة أنت أو غيرك من الموظفين. بس هالحكي غلط. كيف؟ يعني ليك، اللي بيشتغلوا بينجوا أكثر أكيد رح يغلطوا أكثر. مزبوط. والموظفين اللي بيشتغلوا شوي صغيرة فهن بيغلطوا شوي صغيرة. واللي ما بيشتغلوا أبداً ما رح يغلطوا بشي، يعني بدك مكافأة مع إنك ما بتشتغلي شي؟ شو هالمنطق تبعك هاد؟ استاذ ما عندي مشكله ما تعطيني مكافاه. منيح، بس يا ريت تزيد لي راتبي لانه صار علي دفع كثير. ولمين صار عليك دفع؟ لصاحب البيت والحلاق وللدكان اللي بحارتنا، انا متدين مصاري منهم كلهم. صدقني يا استاذ رح موت من الجوع. يلا. كلني انا. اسف استاذ ما فيني، انا نباتي، صار لازم تزيد لي راتبي. انا ما بدي غير كون مرتاح شوي. والله عندي فكرة حلوة، لازم تتزوج. يعني برأيك أستاذ كتير رح ارتاح إذا تزوجت؟ لا، لأنه حياتك بتصير بتهوي أكتر من هلأ، يعني عرفت؟ طيب يا ربي. إيه صحيح جنفي، اسمعيني منيح، بدي نبهك على شيء كتير مهم. خليكي بعيدة من هذا اللي كان اسمه أنيل. إيه أستاذ. هالرجال مبين مجنون، مو صفيان عقل، براسه بنوب. صح أستاذ، في شيء مو طبيعي بمخه. قال شو، يا بدمر لك حياتك يا بتتزوجيني؟ شو العقلية هي اللي بيفكر فيها؟ شكله ما في ولا فيوز براسه، عن جد غريب. استني شوي. آسف. ألو؟ أهلين حبيبتي الحلوة. لا برجع على البيت بعد ما خلص شغلي. طيب ما في داعي لتليفوناتك كل شوي، ماني فاضي حك راسي من كتر ضغط الشغل علي هلأ. انتظريني شوي راجع لك. إيه إيه أنا طالع حاكيكي من برا. إيه خليكي معي شوي حبيبتي، استني شوي. ايه الو. غريب كيف يتحمل مرته تدق له كل شوي.
مرته بتحبه لهيك بدي اقول له كثير. اصطفله، كيف بدك ترجعي على البيت؟ انا راجعه بالباص. نحن بصراحه اليوم عنا مشوار، لهيك عم فكر انه. ولا يهمك، ما في مشكله، اليوم رح اخذ باص. يعني شو رح يصير علي؟ مو معقول كمان تضلي توصليني كل يوم. لا تاكلي همي. لازم تخبري شري، أنيل تخطى حدوده كتير. بصراحة شري مشغول هلأ بغير شغلة، ما رح زيد عليه مشان هيك قصة. جنفي، صار لازم تلاقي حل جذري منشان هالقصة. ما بدك تروحي؟ سبقيني، لسه عندي شغل. ماشي، باي. الله معك، انتبهي على حالك. جنفي أنا بحبك كتير، صدقيني مستحيل أعيش بدونك. شبكي جنفي؟ ليش خفتي؟ بصراحة فكرتك إنك. شو فكرتي؟ مبسوطة إنك إجيت. شو صاير؟ ولا شي، ما في شي. جنفي قلي لي شوفي. خلص بقى شري، ما في شي. شوفي معك 3 ثواني، يا أما رح بوسك هلأ هون وقدام كل العالم. احكي بسرعة شري رجاءً. 2. لك خلص. خلص وقتي. رح قلها. أنا فكرتك أنيل. وليش لهالدرجة خايفة؟ لأنه منظره بيخوف. لا هو ما بيخوف، أنت اللي عم تخليه خوفك. شو قصدك؟ هو رح يصير يخوفك بزيادة كمان لأنك بتخافي منه. لا مو صح هالحكي. بلا، هي الحقيقة حبيبتي. جنفي، بتعرفي البنات بمجتمعنا مع الشباب بس الشاب يحس بالبنت إنها خايفة منه بيصير يفكر حاله إنه هو ماسكها من إيدها اللي بتوجعها، وبيصير قصد يأذيها لأنه بيعرفها خايفة منه. فليش لا تخليه خوفه؟ طيب شو بدي ساوي شري؟ والله كل مرة ببهدله، عن جد هو ما بيفهم بنوب. هيك واحد ما بيفهم بالبهدلة، هو بده أسلوب مختلف تماماً جنفي. والله ما بعرف شو ساوي. لازم ما ترحمي. كيف يعني؟ يعني أنت بتحملي بهار معك بالشنطة؟ لا. معناها صير يحملي، ودائماً خليكي ماشية بمكان فيه ناس، وإذا تغلظ عليكي أكتر رشي على عيونه بهار، والناس بالطريق بتتولى الباقي. اطمني، أكيد رح يضربوه، وخاصة إذا عرفوا إنه كان عم يحاول يقرب مني. خلي هذا الرقم على موبايلك دائماً على الاتصال السريع، وأول ما يصير معك شي فوراً بتدقي عليه. الرقم هو 103، وخليكي دائماً متذكرتي، وإذا كان موبايلك خالص شحنه أو ما في شبكة وصلي لأقرب مخفر شرطة بتشوفيه قدامك وقولي لهم إنه حاول يأذيكي، وهن بيعرفوا شغلهم معك. إيه؟ وإذا احتجتي لأي مساعدة قولي للناس اللي بالطريق واللي حواليكي، ولا تترددي بنوب، ولا تخافي، كوني قوية معه. يعني والله أنيل ما بيخوف بنوب. جنفي بنت قوية وذكية، خلي هالشي براسك دائما ولا تخافي أبدا. ماشي؟ وبحياتك ما تكوني ضحية، لازم تكوني قوية وواثقة من حالك، ولازم تنتبهي منيح وتديري بالك كمان. هالحكي اللي عم قوله هلأ كله لمصلحتك، ونحن كلنا رح نساعدك. بس انتي اللي لازم تبلشي بأول خطوة بهالشي. جنفي البنت اللي بتلجأ للقانون والشرطة ما حدا بالعالم كله بيسترجي يقرب منها أو يحكي معها كلمة واحدة، وهذا الحكي حطيه حلق بأدانك دائما. ورجي لأنيل إنك بتعرفي بالقانون، وكل شي بالقانون معك ولمصلحتك، وما تحسسي إنك خايفة منه أبدا، وهيك بتتخلصي منه. ارتحت بعد ما سمعت اللي قلته. جنفي
كتير عادي وطبيعي إنه تخاف. مفكرة إنه الناس الأوايا ما بيخافوا؟ مبلا بيخافوا، بس هنن بيواجهوا هي المخاوف. وحبيبتي لازم تكون قوية وتواجه مخاوفها. بوعدك خلص رح كون قوية. هيك بدي اياكي. يلا خليني وصلك. ما في لزوم. ليش؟ أنا رح أروح لحالي بلا ما تعذب حالك، وإذا صار معي أي مشكلة رح أدق على 103. على 103 مو صح؟ ممتاز. ليك اجا الباص. باي. انتبهي ايه؟ وحاكيني اول ما توصلي على البيت. ماشي، وانت انتبه على حالك. اكيد. باي. باي. غيرتي موقف الباص؟ والله وطالع منك يا جنفي. سيد أنيل لا تخلي خلقي يطلع عليك، أحسن لك. وشو بيطلع بإيدك؟ بشتكي عليك للشرطة وهنن بيطلع بإيدهم. اعملي اللي بدك إياه، لأني اليوم عملت هيك وسبقتك على الموضوع. شو قصدك؟ قصدي بكرة بتعرفي لحالك. انت شو مشكلتك؟ يعني ما عم تفهم علي شو عم احكي معك؟ انا مستحيل اتزوج واحد مثلك. اسمعني منيح، لانه هالمرة غير كل مرة. ها اذا لسه بتتعرض لي رح اشتكي عليك. استحي على حالك، ابنك بعمري، شو ما بتفهم؟ عادي، احكي شو ما بدك واعملي اللي بدك اياه، بس رح اضل حبك انت لالي، ومستعد ارتكب جريمة كرمال اللي بحبها، عم تفهمي؟ سيد أنيل لو سمحت استحي على حالك، هاد مو حب، هاد وقاحة. داي من وين تعلمتي هالحكي؟ من السيد جوكلان مو هيك؟ مو شاطر حضرته غير يعلمك الحكي. سيد أنيل اترك لي ايدي وقال بلم الناس عليك. ها اصرخي اصرخي اصرخي، يلا لنشوف مين هالبطل اللي بده يساعد الآن جنفي بنحنتها. اصرخي. بعدنا. شو بعمل؟ بتمد ايدك على اختي يا كلب. عم بتمد ايدك علي. بعد عني ولك اخذ ايدك علي. بعد عني. خذي. بعد عني ولك مد ايدك يا حقير. لا بعد عني ولا راح تنجم. بعد عني يا ولد. والله لو كان عندك بدك منه. ما تمد ايدك علي لانه ما بيعرف يسوي فيك. وين الحجر؟ وين الحجر؟ ليك اسمعني منيح، هي آخر مرة بحذرك. أنت ما بتعرف مع مين الآن، أنا راح أفرجيك. لك خلاص، شو فكر حالك يعني اللي عم بنقول لك؟ والله جد أنا بفرجيك. والله لا أرفع عليك دعوة وأمزح فيك أغراضي. وين الحجر؟ بوعدك إني راح أسجنك، وراح يصيروا أهلك يترجوني لحتى طالعك من السجن. شكلك ما بتعرف كم سنة فيني أسجنك. أنا رح أورجي. إذا مفكر رح تخوفنا بهالحكي بتكون غلطان كتير. والله شو رأيك تسكتي لأنه ما دخليك؟ أنا بفرجيك. بتضرب. بعد عني. ها أصلك وإلا بتندم، فهمان؟ أنت بتعرف إذا بدأ على 103 وبشتكي عليك شو بيساووا فيك؟ أكيد رح يمنعوك تقرب على هاي الحارة. خلاص عم أحكي، أنت أجيت على موقف الباص وأجيت لعندي على الشغل وكتير زعجتني كمان. أنا ماني ضعيفة لأسمح لك بهذا الشي، عم تفهم؟ وماني خايفة منك لأسمح لك تتمادى. أنا احترمت عمرك بس طلعت ما بتستاهل الواحد يحترمك، تعرف؟ بابا بيقول لي اللي ما بيحترم حاله لا تحترميه بنوب، وفعلاً
كنت عم احترم شخص مانو محترم وما بيحترم حاله. روح انقلع من وشي يلا، احسن ما دق للشرطة تجي هلا. ما عاد اسكت لك اذا تعرضت لي مره ثانيه، لانه وقت الشرطه اللي رح تحكم بيناتنا ورح اقول لهم انك عم تتهجم علي، وقتها ورجيني شو بيفيد تهديدك. ايه رح روح، بس مو لاني انا خايف منك، عم تفهمي؟ لاني ما بحب الدراما اللي عم تساويها. ايه. انتم ما بتستحوا، بس انا مالي مثلكم. بعد عني، بعد احسن ما خليك تندم. اهدى، هذا واحد قليل حياه ما بيستاهل تعصب مشانه. ايه انقلعوا لك اصلع، رح ورجيكم. عم قلك انقلع. لسه الايام جايه، عم تفهم؟ لسه بدي حرمك تجي على الحاره. إن شاء الله يتحقق اللي ببالي. ما فهمت. أنا فكرت كتير، نحنا ما فينا نكون متأكدين إذا كان أبوها سيء أو نصب على كتير ناس، وأكيد ما فينا نعاقبها على شي عمله أبوها لأنه هي ما دخلها فيه، مو هيك رأيك؟ ستي عم تقولي هيك بس من شاني أنا، من شان تراضيني وما أكون زعلان؟ لا، أنا عن جد معك بكل حكيك. عن جد شكراً شري. تعرف منيح إنه سعادتنا من سعادتك، بس أنا ما فيني أكذب عليك، ما فيني أتقبل هالشي، وأنا لهلأ ما عطيت موافقتي على الزواج وقايلت لك هالشي، بس أنا معك باللي حكيته. حكيك منطقي كتير وصحيح 100%. ستي رضاكي علي أهم شي بالدنيا كلها، لأنه ما رح أقدر ساوي أي شي بلاكي. بصراحة بحس حالي ضايع بهالدنيا وقت بتزعلي. حاكي أهلها خلينا نشوفهم الأسبوع الجاي. ماشي، رح خبر جنفي دغري وأكيد رح تنبسط. ستي استنى ابني استنى، في شي بخص ماضيها ما بعرفه أو لسه لهلأ ما قلت لي عليه؟ لا ستي ما في هيك شي. معك من هلأ لقبل العرس، إذا في أي شي ما بدي أسمعه من حدا غيرك، اتفقنا؟ ستي ما في شي من هاد، ورح خبرك بأي شي بخصة ممكن إنه يضايقك. أكتر من هيك ما بدي منك. مفهوم. شكراً ستي، شكراً عن جد شكراً إليك. دق إلا؟ دق إلا. شو كمان قلت له؟ انقلع من هون يا قصة. بابا بتعرف شو قال بنتيا؟ قال له. ايه شو قال له؟ خلص يا مهلك لا تفرط. قال له لو إلك شعرات بدي شدك منهم. خلص خليص خليص. أنا بعد في حاج بقى. الله يعطينا خير هالظهر. شري شجعني اني اكون قوية بابا، خلاني اكون اقوى من قبل، حسيت انه صار عندي حدا بقدر اعتمد عليه. هو عم يدعمني كتير. سمعان؟ خلاص. انا فخور فيكن اتنيناتكن، وبالاخص شري علي سوا، واحسن شيء انه علمك كيف تكوني قوية وتقدري تدافعي عن حالك. تعرفي يا بنتي انا عن جد بدي اياكي تضلي هيك دائما. تعرف بنتي لازم نواجه مخاوفنا لحتى نتغلب عليها، وانت كمان هيك لازم تكون. حاضر. ها؟ انا فخور فيكي. خلاص اختي، وحزير شو قال قبل ما يروح، انا رايح لان ما بحب هالدراما اللي عاملينها. خلاص انت لازم تنتبه على تصرفاتك. اسمعني، مو عطالعة والناس اللي تعلق مع الناس بالشارع. اختك حكيها مزبوط. ايه لانه بدي مصلحتي. خلاص اختي، حاجتك حكي وتنظير. خلاص. يا ربي شو اللي صاير؟ مع مين متخانق؟ بنتيا علقت مع حدا اليوم؟ أذيت شي حدا؟ وفرض اشتكوا عليك، مين بده يتواصل لك مع الشرطة إذا اجوا وأخدوه؟ لك احكي لي. خالتي اهدي، مو صاير شي،
لا تخافي خلاص، نحن حلينا الموضوع. لك احكولي شو صاير. يلا انا رايح اخبر الشباب شو صار. ابني ما تخبر اي حدا باللي صار، فهمان شو عم قلك؟ يلا باي. لك جنفي احكي شو صار. استني دقيقه بس، شري عم يدقلي ولازم اقول له شيء ضروري. خلص منحكي بعدين، ماشي خالتي؟ استني. اشري اسمع، انت اللي بقيان هون احكي لي مو صاير شيء. خلصنا. الو الو. اهلين وسهلين فيكي. شو هلا؟ ماشي ماشي. طيب طيب جاي. ليك انا رايح اجيب من عند جارتنا بخور. ايه ماشي. وينك؟ يعني معقول هالمرة تكون عقلت؟ عندي أخبار كتير حلوة إلي. أي وأنا عندي أخبار حلوة، بس أخباري أكيد رح تكون أحلى من أخبارك وأنا متأكد. أنت دائما بتجيب لي أخبار بتطير العقل. طيب قولي. لا أنت بالأول. لحظة استني، كل مرة أنا ببلش، هالمرة دورك أنت. يلا قولي. شو هو الخبر؟ شو بلشتي تضحكي قبل ما تحكي؟ عزفة اسمعني، كنت قريبة من بيتي، فجأة طلع أنيل بوشي، بعدين أنا نفشت حالي وقفت بوشه مثل المصارع. كمان أخي إجا ونزل فيه خبط وضرب. ومو بس هيك، حذير أخي شو قال له لهداك الغبي. قال له انقلع يا أصلع. يا الله كيف بتخطر على باله هيك شغلات غريب هالصبي. ليك هو حذر كمان شو قاعد يقله. قال له لو انه إلك شعر كنت شديتك منه. ايه طيب وشو كمان؟ شو كمان؟ أنيل صار يهددنا، قال انه رايح لانه ما بيحب الدراما اللي عم تصير، وصار يحكي مع حاله هو ورايح. بس بتعرف عن جد كان لازم تكون هون وتشوف وشه كيف صار احمر مثل البندوراية، وما عاد عارف شو بده يحكي. الو الو. ايه عم بسمعك. يلا كملي قولي. شو حاسستك ما فرحت؟ مبلا فرحت، ليش لحتى ما افرح؟ حاسة ما عجبك الكلام ابدا. بالعكس كتير فرحت. طيب دورك يلا حكيلي. اسفة. ليش عم تضحكي؟ عم اتذكر وشو لأنيل وهو عم يحكي ما بحب الدراما اللي عم تصير. اسفة. بدك بنحكي بعدين. لا جنفي، يمكن ما رح تصدقي بس ستي وافقت على زواجنا أخيرا. عن جد وافقت؟ ستك وافقت؟ ايه والله حبيبتي وافقت، ما عم كذب عليكي بحرف، ستي وافقت على زواجنا. ألو ألو جنفي، شو هلا رجعنا للبكي؟ جنفي إذا ما رح تبطلي بكي فرح إجي هلا لعندك وبوس زوجتي المستقبلية قدام كل الناس. عن جد شري هالشي حقيقة؟ معلوم، بس شكلي رح إجي. لا لا عن جد ستك وافقت على زواجنا؟ إيه، وقالت لي احكي معك منشان تزورونا وعيلتي يتعرفوا عليكم. معك حق. بشو؟ فعلا طلعت اخبارك احلى من اخباري بكتير. هلا انا فرحت باخبارك بس في شغله بدي ساويها بصراحه، ما عاد ينسكت عن هالقصه. شو قصدك؟ ولا شيء، انسي الموضوع. طيب اسمع، انا اسفه بس لازم سكر فورا لأنه رح أجن إذا ما خبرت بابا بالخبر الجديد. ولا يهمك.
لكن روحي فورا. نحكي بعدين، باي. ألو سيادة الضابط، كيفك؟ منيح؟ ايه منشكر الله، أخباري ممتازة. في عندي شغلة صغيرة بدي عزبك فيها. أنا رح أتزوج. ايه معلوم، ايه زواج عن حب. مزبوط مزبوط. جنفي، جنفي سهاسترا بوتي. لا بتشتغل ببنك. بصراحة بدي منك خدمة صغيرة بموضوع مهم. أنيل آبتي إذا تذكرته. إيه بابا، تخيل ستو لشري وافقت على زواجنا. بس يا بنتي، مو على أساس ستو موافقة وما عندها مشكلة؟ صحيح. هو أنا بقصد إيه مبلا هي موافقة، بس هلأ أنا وصلتني رسالة منها على موبايلي عم تقلي جيبي أهلك وتعي. عن جد؟ إيه والله. حلو. استنى على ما بعلمها لك. ساعدوني بس لحتى فوت لجوا. استنى بدي فوت ادعي سبيني. يلا انت روحي انتبه ما يوقع. لا تخافي. روحي. الحمد لله. دير بالك شوي شوي. يا ربي دخيلك، وفى أولادي ونور طريقهم وين ما بيروحوا. هاتي. لما الموضوع بيتعلق بالمصاري بحب اضمن حقي. منشان اذا حدا فكر يسرقني او يضحك علي، وقتها بخليه غصب عنه يتراجع عن عملته. ايه. شو رايك هلا؟ مفكره تنفذي؟ انا انيل يا خانم. انا شو اسمي؟ أنيل. ها؟ أنيل راو. تتذكري منيح شو قالوا لك الشرطة؟ قالوا لي إنه لازم رجع لك مصرياتك وما خلي القصة تكبر. وشو بساوي إذا ما رجعتي لي إياهم؟ رح تتهمني بالنصب وتشتكي علي للشرطة. وأنا شو في بإيدي يا شاطرة؟ في أدلة. ها ها، أدلة مظبوط. ابنك الغبي مد إيده علي وضربني. إيه ضربني، شي حلو. وبنتك مفكرة حالة ذكية، عم تعلمني القانون وعم تهددني بالشرطة. أنا راح أفهمها على المظبوط شو راح يعمل القانون فيا وبأخوها المجنون. جنفي غبية، مو حرزانة تحطها ببالك. وابني بنتي أغبى منها، لهيك ما في داعي تأذي. خلص أنا بحكي معه وببهدلك يا. هدي حالك هلا، رح اضرب لك يا وخليه يندم على الساعة اللي مد ايده فيها عليك. مفكر حاله رجال. خلص اترك لي يا، انا بترجاك. اذا جبت لي الشرطة بتبهدل العمر كله، ووقتها رح اصير سير على لسان الناس ورح تصير سمعتي بالاراضي كمان. اي وشو بدي احسن من هيك؟ بتشوفي، رح خلي جوزك وبنتك يعرفوا كل شيء، ورح خلي العالم تبطل تطلع فيكي. شو بدهم يقولوا لما يعرفوا انك بعتي البنت؟ يا سلام، شو حيصير؟ مو حرام تبيعيها من شان 70,000؟ ها؟
يا لطيف على هالزمن اللي وصلنا له، في وحدة بتعمل عملتك؟ ها؟ يا عيب الشوم عليكي. اسمع لقلك، برجع لك ياهن، لا تفضح. لا 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 لا، وأنا شو رح أستفيد منهن؟ هدول مصرياتك. أنا ما بدي مصاري منهن، بس طبعاً بدي شي بدالهن. ما فهمت. ما تعملي حالك هلأ مو فهماني علي شو بقصد مدام شاشك. هلا الشغلة ما بدها زكا، مانك بنت صغيرة. أنا بدي أتجوز جنفي، وهالشغلة كلها رح تكون بإيدك أنت. أولادك حاولوا يصبوا الزيت على النار، وطبعاً رح حاسبهم على اللي عملوه. بس بدي أفهم كيف بيتجرأوا، رح ساويكن مسخرة لكل الناس. أنا بعمري ما سكتت على حق لألي، ويلي بيأذيني بردله صاع عشرة. بنتك ما لازم تتجوز من شري. بس يعني أنا شو بقدر ساوي؟ الشغلة مو شغلتي. قولي مثل ما بدك، لا تاكل هم شي أبدا، بس أنت لا تخبر الشرطة. حأعمل كل جهدي لخليهم ما يتزوجوا، وشو ما صار ما رح تتزوج غيرك أنت. أنا من البداية كنت بصفك، وقفت بوجه جنفي كتير، بس هي ما كانت بدها إياك. وهلأ يا خانم شو رح تعملي لتخليها ما تتجوز؟ ما بتقول لحدا إيه؟ شو؟ لا تحكي معي مثل النسوان. ما بتقول لحدا، احكي بسرعة يلا. هلأ أنا بروح لعند شري وأهله، على أساس جاي بالسر، وبقول لهم جنفي على علاقة سرية مع حدا. حلو 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 حلو، اسمك شاشيكالا مو هيك؟ صح. هلأ شاشيكالا، بس أحياناً بيكون اسمك عقربة. ايه المدام عقربة. حبيتها والله. اهل المدام عقربة. هلأ كبرتي بعيني وصرت احترمك اكتر. بس بتعرفي شغلة، انت مثلي تماما، بتعرفي تلسعي. انا كتير مبسوط لانه طلعت حماتي كتير قوية. انا حماتك؟ ايه حماتي. خطرت على بالي خطة، إذا بتنفذيها مزبوط رح تصيري حماتي. ما فهمت، شو هي الخطة؟ أنت لازم تلعبي نفس اللعبة الوسخة، وهيك جنفي ما رح تتجوز شري. أنت قصدك أنا؟ مزبوط يا شاطرة. لازم تقولي لها لستو لشري نفس الكلام يلي قلتي للخطابين وقت اللي إجوا من قبل. هالشي مستحيل أعمله. لا لا، ستو لشري كتير غنية، إذا عرفت الحقيقة والله بينخرب بيتها لجنفي. لا لا لا، والله جوزي وقتها بيقتلني فورا. والله رح يتوسل لهم ويترجعهم كرمال بنته. وثقة شري بجنفي كتير كبيرة، هالشغلة ما عجبتني، رح تعقد هالموضوع أكتر. أنا ما بدي فوت بهالموضوع، طلعني منه. لا يا حمادي، يلي عم يصير معك هلأ إنه البحر قدامك والعدو وراك. إذا بدك تنفذي بريشك من هالورطة لازم تنفذي كل اللي بقلك عليه، هالشي رح يفيدك. فهماني علي؟ وقتها ما حتفوتي على السجن، وكمان ما حتتجوه سمعتك، وعيلتك رح يضلوا ينظروا لك باحترام، وراح تضطر تنادي لي يا صهري بدل ما تعفني بالسجن. انك تنادي لي يا صهري اهون لك من السجن، انت شو رايك؟ مزبوط حمادي؟ مزبوط. ها؟ اعتبرني معك. معناها اعملي اللي اتفقنا عليه، وديري بالك تقولي لا، وقتها اطمني ما حيصير عليك اي شيء، ورح أقعدكن بشقة على كيفكن، ورح أعطيكي مصاري كل شهر. نيح، أصلاً هذا اللي بهمك من القصة. بس الشغلة الوحيدة اللي ما فهمتها، شري شو قصته؟ كيف هيك بسهولة قدر يغيرها لبنتك؟ لازم أعرف هالشي. وهلأ بالإذن حماتي. Thank you.
هلا عنا شبهتي ابني ليش هيك جانن شو عم يصير معك عن جد جننت على الاخير هلا هيك ليك عم يتمسخر علي بابا يلا نطوا انقلع 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 شبك انت شبك حيوان ليش هيك انا بس ليش ضربتيه شوفي هذا واحد استنى خلص قولي تعال هون ليش عم تعملي هيك شوفي يا زلمه فرحانه شوي شو بيصير يعني شبك انت فكر حالك ليش هيك عملتي هلا ليش عم تضربي شو سوالك شكلها معصبه وطلعت بوشها لا تسمعني صوتك ولا اذا سكتت لك بتصير تخبص بالله هلا انت ساكته انت ليش ما بتعرف تتعامل مع اللي اكبر منك ولا امتى ناوي تكبر عقلاتك ولا بدك تضل ولد طول عمرك ولا حابب نروح على السجن طولي بالك خالتي احكي لنا شو صاير انت سكتي كله من تحت راسي وجنبي شو عامله كمان رح اقول لك بنتك خربت لي حياتي ليش لا تلغي زواجها من انيل خالتي ليش لسه عم تفتحي هالموضوع هلا شو مناسبته لانه لازم افتحه طبعا ما رح اكون مروقه ابدا اذا انيل حقد على ابني وقرر ياذيه وقتها شو رح نعمل مين بياخد لي حقي اذا صار شي لابني ايده طايله وما بينعلق معه نحن ما بيطلع بايدنا نواجهه لهيك كبري عقلك ما في داعي نتخانق مع حدا مو ناقص غير يقولوا انك ضربته لانيل ايه بس هو يعني اللي لا تناقشني ها خلص ولا حرف زوق على حالك وسكوت بس خالتي انت بتعرفي انه بكفي ما بدي اسمع منك ولا كلمه ليش ما حدا عم يفهمني ابني الوحيد وما عندي غيره امي بلكي أزاء أو جاب له الشرطة مثلاً ما عنا حدا يسندنا أو نشد ظهرنا فيه خالتي كأنك زودتيها شوي يعني شو دخل الشرطة بالموضوع؟ لا تستهيني بأنيل وتفكري ضعيف ماشي؟ الرجال واصلوا له علاقات لازم نضل دايرين بالنا ونحسب حساب كل شيء وتذكر إذا بدك تفوت بخناقة مع حدا أنا مالي علاقة فهمان؟ ورح تتحمل المسؤولية لحالك استني تعي شو هالحكي هاد بابا طرع له لما خبرته بس هلا شو صار هو ضل ساكت وما دافع عني لا مو هيك امك خايفه عليك بالله يعني هيك بتعمل اسمع ما انا قاصده بنوب ما تزود كتير عم تحكي هيك لانك ما انضربتي خلص بينتيا هلا امك معصبه شوي اول ما تهدى رح افهم منها الموضوع بالضبط ايه يلي بيشوفها عم تضربني هيك شو بده يقول شو صاير له لك في حدا بيعمل عملتها روق نحن رح نضل هيك السعاده ما بتلبق لنا ابدا شو دقيقة خطوتنا لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق شو دقيقة خطوة